هذا المنظر جماهير الغرافة اللي تنتظر ماذا سيتم تقديمه في طبعا أرضية الميدان. في أرضية الميدان ما الذي سيحدث؟ وهنا الكرة التي تصل لدى غونزالو بلاتا مع طارق سلمان، محاولة موجودة، مرمى الأول والثاني، لعب الكرة العرضية، الله على كرة عرضية مثالية جولة، لأنه ممكن من الكرة الأولى لم يكن متسللا، ولذلك ظن عاد. لدينا الآن كرة رأسية تلعب إلى خارج، نعم إلى خارج أرضية الملعب على مستوى الجبهة اليسرى بالنسبة للغسي. عشنا حالة ممتازة، يعني هي الكبوة اللي يعني عملت لنا مشكلة، لأنه هي الخسارة الوحيدة. سلمان حولها لدى غونزالو، غونزالو 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 يحاول من الجهة، لكن دائما اثنين، دائما اثنين، شوف اثنين من الصعب، من الصعب يروح واحد يجي واحد، وخطأ يأتي الآن لمصلحة سيدو سانو بعد تدخل من سيف فضل. عارف هو ما ادري، لكن بغداد وبغداد بدا يخرج من منطقة الجزاء، لأنه المسألة صعبة، المسألة صعبة. هنا لدينا الكرة عموما أبعدت، وصلت لدى بغداد، خطيب مو مباشر، هذا خطأ من سانو، سانو إلى بغداد، وأعتقد بغداد ممكن يكون في موقف متسلل له 7 نقاط في حال فوز إما الوكرة أو الريال. تصل لدى غونزالو بلاتا مقطوعه من في 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 القائمه، فابريسيو دياز تشوفه موقع ثاني، ولكن اذكر بان السيد اصبح الان في الجهه اليمنى بلونه الاسود، ولدينا الغرافه في النوم، يعني وصلت الان في الجهه اليمنى، الكره لا زالت لدى الجارحين، قطعت بعد ذلك. هذا الكرة، الله على مثلث رعب، غونزالو محاولات موجودة، لكن السد يقف بطريقة ممتازة للغاية، السد ممتاز جدا في عملية. ظن بأن هناك لقاء يعلن، هذا جليرمي، باولو سقط في أرضية الملعب، يعود كرة أمامية، بس لازم يعني أقوى خطوط الهجوم في بطولة الدوري واحد بالخطأ، لا ما يمشي، لا ما يمشي. ما نشبع. فابريسيو دياز بدت ذكرنا بزمان الإبراهيمي، لا تمر، لأن حزباوي يقدمه الطبيعي، لا مش في الحالة الطبيعية على الإطلاق، يعني لم يقدمها، يمكن تخيل هذا 7 هدف يسجل في مرمى السد، نعم أو لم يهز شبك نادي. الله يا غونزالو، يا أكرم 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 يا أكرم. الكرة في المقابل مع أوريبي وبيدرو، اعلم، لكن دائما ما نقرأ. ترى سعود احمد، هذا هنا لدينا 2-2، نعود الى نقطة البداية. دائما تشاهد، نعم دوريك يقدم كرة قدم حقيقية. لدينا الان المحاولة الان والكرة، الله شوف الان، هنا لدينا الكرة التي تلعب، انا بس ابي اروح معك اشوف، يعني لوبيز السبب، يعني هل تأثير لوبيز إلى هذه الدرجة أنه من 3 مباريات يجيب نقطة؟ أمر غونزالو يكونون راس براس، أنه تكون مباراة شوط بشوط. أبو علام في الجهة اليمنى حولها، وصلت إلى غونزالو بلاتا، بلاتا عنده الكرة، بلاتا الإكوادوري، يوسف عبد الرزاق، سانو، فهد، نعم هذا فهد المنقط، فهد إمام الأمين يتقدم في الجهة اليسرى، ولدينا ركلة مرمى في العمق. ليش؟
لانه راح يجي وحده، لكن التمرير على مستوى الطرف هذا يخليك تعمل عمليه استلام وتعمل لك ديلي في انطلاقه. هنا لدينا سقوط خطا ياتي على فرجاني لمصلحه الزعيم غونزالو. الاسبوع الجاي امام العربي ويوني